مساء الخير على جميع الطلبة والطالبات، طلبة الصف الأول الإعدادي. أهلا بكم، معكم مستر محمد أنور من قناة الصديق. مستر محمد، ودي القناة الأولى ليا. القناة التانية خلاص عرفتوها، تابعوني على القناة ديت وعلى القناة التانية. النهاردة إن شاء الله هنشرح على قناة الصديق مستر محمد، القناة اللي أنا ابتديت بيها ولسه مستمرة معايا الحمد لله بفضلكم. قناة طبعا كل حاجة فيها جديد، يعني فيها جديد يعني هتلاقوني مثلا يعني بنزل فيديوهات ملهاش علاقة بالتعليم ده، علشان انت لو عايز يعني تبقى قناة منوعات مفيش اي مشكلة عندي ان انت تشوف حاجات تانية غير التعليم. شوية بيرفيومز بنزلها، برفانات، شوية بنزل حاجات عن الكورة، شوية بكلم اجانب، شوية اسكندرية، شوية شورت فيديوز وهكذا. نرجع لموضوعنا النهاردة ان شاء الله هنشرح اول حلقة من منهج اولى اعدادي او ميدل ون. معانا كتاب المعاصر، وشكر خاص ل التيم وورك او فريق العمل لكتاب المعاصر، مجهودهم معايا طبعا. معايا الكتاب، اتمنى كله يكون اشتراه، هو متوفر في المكتبات حاليا. ونشوف منهجنا عبارة عن ايه. المعاصر نيو هالو 2022، نشوف يونت 1 بعنوان ايه. جميل خالص، عنوان جميل سهل، ماي فاميلي اند مي، ضمير ملكية وضمير مفعول في جملة واحدة، my family and me، عائلتي وأنا. نشوف مع بعض أهم الكلمات لليسون 1 and 2. sport رياضة، band فرقة موسيقية، voluntary تطوعي يعني بلا مقابل، research بحث، diary مفكرة يومية، درامز طبول، توينز توأم، كويز امتحان، انترفيو مقابلة شخصية، هوبي هواية تشيس شطرنج، جريد جراند تشيلدرن ابناء الحفيد، بيبي كازن ابن العم او بنت العم، سكيم يتصفح، بيرنتس الوالدين، فوتبول بلاير لاعب كرة قدم، ديسكاس يناقش، بوث كلاهما، ويرك يعمل، كلاب يصفق، تشيلدرن هوسبيتال مستشفى أطفال، جلوسري قاموس، ميوزيكال انسترومنت آلة موسيقية، وات كايند ما نوع، ستوري قصة، ايج عمر، فيفوريت مفضل، ديكشنري قاموس، ماتش مباراة، توجذر مع بعض أو سويا. write wrote reading tell told told show show it shown find found found say said said meet met met win won won drive drove driving throw threw thrown hit hit hit. الافعال الغير منتظمه اللي بيتغير شكلها في صوره الماضي هو اللي انا قريتها هنا، هتلاقي كلها صورتها بتتغير في الماضي ما عدا الاخير ثابت ما بيتغيرش. الكلمه وعكسها true false different the same first last finish start show hide male female. طيب تعالوا بقى كده نشوف مع بعض الموضوع بيتكلم على ايه في صفحه 23 او 23. ان شاء الله يا جماعه عايز اعمل لكم امتحان في حصه لايف، استعدوا من دلوقتي، تابعوني، اكتبوا لي عايزين امتحان يوم كذا، استعدوا كلكم عشان كلنا نبقى مع بعض في الامتحان. Reading. Hello, my name is Ali. I am 13. This is a picture of my family. My mom's name is Amira. She is a teacher. Next to her is my dad. His name is Adil. He is a teacher too. Both my parents are teachers at my school. They have one daughter. She is my sister, Lamia, and she is 9 years old. And they have two sons.